نحكيو على الترجي، ترجي 2-0 البارح ضد اتحاد بن قردان، والبوليميك في علاقه بالحكم البارح في لحظات مغادرته الحمادي العقربي. تسمع البارح الترجي الرياضي التونسي فاز على حساب الاتحاد الرياضي ببن قردان بنتيجه 2-2 في المباراه اللي جمعتهم البارح الخميس ضمن الجوله الاولى اياب لمجموعه التتويج من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. وكما كل مره وكما كل ماتش نحكيو في كل شيء كان على الكره، نحكيو على اللي صار مع الحكم هيثم القصعي في نهاية المباراة وين ضربوها بدبوسة وهو خارج من الستاد. اي خلينا نشوفوها. هيثم القصعي من بعد هبط خلينا نقولوا دارت ورقة المقابلة ولا في دو ماتش اللي كتب فيها رمي المقذوفات بشتى انواعها اثناء المباراة وبعد نهايتها من قبل جماهير الفريق المحلي اللي هو الترجي. واعلمكم انه اثناء الخروج من الميدان ارتطمت قارورة على الارض ارتدت على صدري دون أن تتسبب لي في ضرر. برشا تعليق منهم اللي كتب بالقصعي حب يبرئ السيد المسامح كريم، فما اللي كتب كان باش نكملوا هكا بالممارسات هذه ماهوش باش يقف النزيف، وفما اللي قال محليه ولا طلع قلبه كبير الله على أخلاقك يا قصعي. ولا تو كي تعاود تشوف تنجم تكون ضربت وطلعت خاطر الدبوزه عامله كورب هكا معناها كي مشيت له مش مشيت له من فوق اللوطه تحسها مشيت له من اللوطه للفوق مشيت له من الحق نحطوا الفار اما سك شو لو ديتاي معناها ضربت على القاعه ولا مشيت له مباشره ما عنده شو لو ديتاي ما كمروش ما عنده حتى فارق. انا حسب اعتقادي الضربه هي ضربه، ضربت في القاعه، ضربت في السطح، ضربت النية موجود ان كيفاش ضربت الاربيتر تتحمس لي انا ما فيش علاش الحكام والناس اللي تاير ما يحطوش الواقع كيما هي حتى ضربت على صدره حط الواقع احكي لك تو التصوير اللي تقول هذا خطر برشا ناس دخلت في تاويل انه ضرب ديريكت اخذ الناس ارجع شوي ارجع شوي سيد المخرج جايه من اللوطة الفوق دونك تفهم التصوير صحيح ضربت في القاعة وطلعت الفوق قد تكون صحيح ثبت فيها اما هذا يقعد عنف هذا يقعد اعتداء يقعد عنف كيما موجود في الجمعيات الكل. وذلك علاش انا ديما نقول يا ولدي اي انسان يغلط لابد انه يحاول باش يتحمل مسؤوليته. علاش نقعدوا كل مره نقعدوا نغطيه يا يعني ولدي مشيت نتفرج في ماتش ليتوال وسيسيس قاعد في لوج امورك الشخصيه لا تعنيني حلالي لك باش نفسر لك الطريقه تاع مشيت ويكاند مشيت الميزون دوت لا تعنيني اعطيني لك باش نفسر لك العقليه نتاع العبيد كيفاش تتعامل يا ولدي. توش ما فيها شيء توش ما فيها شيء يعيط على توش ما فيها شيء تقول بعلوبه باش تخرج ما فما حد شيء باش يوري روحه اللي انا راني سوبورتير فان ونحب هذا السيد اللي ضرب بدبوزه نفس الطريقه وبنفس العقليه اللي يخمم في روحه يحب الترجي ولا يحب الفريق اللي هو ينتمي له مهما كان. انا يظل زيادة معناها ريت تطبيق القانون على ماتش بيج معناها وليت الحكاية اللي يحب يبدل نتيجة متاع بارتي يحاول يقمر في الاربيتر يقمر فهمت تو اسمعني يا رفيق تو الناصر بدا يشرجي وكل ما ريتش الاربيتر نحى بيلانتي ما ريتش ما دخل هذا يا ودي تشرجي وعلى الويكلو يكون 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 أسوأ اربيتر في العالم أسوأ وخسركم يا سيدي وعمل ما يعمل وشريته الفريق المنافس لا يبرر لحظه من العلم لا حاجه بتاع انت جيت على دبيب زمان يا رسول الله اغزر رفيق بعث الراجل لولده بعث الراجل لولده لما سر دبال عطشان ما لاش بيعت البارون ما يعرفش يقمر كي ترى ولدك عطشان انت ما تعرف تدربث ترى خديجه في الروضه عطشان وما عندهاش مات تولي طيش مهما كان ومشكور الاربيتر هاوكا قالك جيت على صدري وهاوكا هو اغزر حتى المرافقه الامنيه ظهر العباد مش متشنجه معناتها اغزر خارجين معاه ما همش حامين وما همش حاطين كل شيء ويزي يا ناصر صلي يعني بدبوز الاولاد معاه معاقب جمهور ترجي ولا انت يا ودي شو عمل جمهور ترجي هذا شكون رمي جمهور من قردان ولي الولدو ولي حنين ولي هاوكا باش تاخذ ان شاء الله مجلس ماهيش معاقبه والله لا يعاقبوه ولا شيء والله كان متربي الجمهور والله اللي عملوا الاربيتر كان متربي اقسم بالله كان متربي يا اخي مالا تو حتى باش نقولوا كان متربي الجمهور واحد رمي حجر جات على راس سعيد السيد يغلط يخلص والله متربي ايش تحبوا انتم ويكلوش ناويين ثلاثه نقاط يمشوا لبن قردان الديوان فلاك الديوان فلاك انا قلت لكم كان الديوان فلاك تخلى على اصحابك والله نتخلى اصحابك يقولوا في الحق انا حقي يا رفيق ريتو ايش عمل الاربيتر والله الجمهور كان متربي ورحمه الله
كبير. شنو جاي تحل في قهوة شريتو شعمال؟ شبيك يا ودي بنحكي سيريوز مو. والله شنو باش نعملو؟ ديريتو شعمال نمشي عم بي رابور ايش كيقول معاش تعطيهولي زفر ونخبة ديريتو شعمال نضربو بدبوزة يا ودي مش دبوزة على اساس هذاك وفي كوجا اللي نحل تشامبيونز ليغ وكوفيه نقتلوه في تونس كي نحل تشامبيونز ليغ وقت السي اس اس السي اس اس خاطر ناصر ما خدمش خدمته هذاك الكور ولتوا مش عليه هو معناها في الفيو دو ماتش نتاعو قال لك ما استهدفونيش وما ضربونيش وما ادري شنو عمل لا لا قال دبوزة ارتطمت وجدت عليها إيه لم تتسبب لي حتى ضرر قال سلامتي جسدي قال ما قمروش فيا ما قمروش فيا هذيك اللي يقصد به معناها ضربوا في القاع ما قمروش فيا شكون معاه معاقب الجماهير ترش الاربيتر قال لك مش ما قمر ماش برنس برنس معاه قول معاه في العمر ايه تعملي براسك معاه شبيك شبيك انا معاه ما معاه حد شي انا ضد اخوي المنظر هذي ضده فهمت اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اسمع لا عندك مش ما عندك ماش عندي وقت اما مش مع يا ولدي رانا كنا فين واصبحنا فين بعتوا بعيد على تفتي خليني كمل صحيح ربي رفيق بربي صديقي عاطف قال لي ليه الحكايه مش هكا رجل الذرير طيش دبوزه لولده رمسر بو ذرير يا اخوي ما يقعش ما شوف الترجي كانت راو كنا في يعلم ربي فين وفين ولينا وانتصار رغم الحكم ما عمل وما عملش يا ولدي داخل في اللعبه ذاك الكل اما يا اخوي راني ضد الضرب حجره ولا دبوسه ولا كل شيء هو لطفها جاب ربي مش لطفها هو قال الحقيقه حتى لا نعاقب خلينا نحكيوا شويه سيريو بعيد على تفاديك انا قلقني في ذي اسبيرونس ربحه وعملت بون ماتش ومعناها النهايه نتاع الماتش كانت مزيانه برشا مع لي شونجمون نتاع معين سبيرونس كور ذخت تخلقت فرص بدري مركه الوليد الميموني البارح عمل بريستاسيون هايله في وسط هذا الحكم حتى كان غلطت انت ربحت هالعقليه نتاع العنف هالعقليه نتاع الحكم لازم يخرج اسكورتي كاينه ما نعرفش شكون في اي ماتش في اي لقاء هذا مش عادي بعد ثم رابور ثم بيصير احنا نفضلكم ماناش هنا ما نعرفوش حتى اصلا القانون شنو يقول في الحالات هذوما ولكن هالعقليه نتاع العنف زي ما تنتهي صارت ممله جدا وليت كورتنا حاجه مقرفه باش نبداو واضحين المرض 10 ثواني 10 ثواني المرض اللي شفناه البارح في ملعب حمادي العقربي بيرز موجود في سوسه موجود في الطيب مهيري موجود في السادات الكل يا اخويا انا واحد من الناس ما عادش يدخلوا دباب زمان يا رفيق والله ما عاد يا اخي في اوروبا ما يدخلوش رفيق في اوروبا ما عاد يربع سويع في الساد ما يشربش شربانه نحلوا الدبوزه نحلوا الاخطار القى حل ليه رفيق راهو هذه الحاجات اللي لازمنا نعملوها ناصر عايش خويا احنا الدبوزه راهي بلاش غطاء هذيك لا لا بالاخطار كل واحد ينحيوا له دبوزه معناها اخطار انتهت المشاكل تحشر في وسط الساد يضربوا بيه لا لا رفيق سامحني والله في رادسك المريكه عندي وقت فاصل ونرجو نحكي بعد شوية في البلاتو.